تسعد صباحك يا نرمي. صباح الخير رشا، كيفك على هالبردات اليوم؟ انا كثير منيحه، برد وشتي يعني، ها يعني صرنا بنص الشتوية تقريبا. يلا راح الكثير ما بقى غير القليل. خلينا هيك نتفائل ونقول سعد صباحكم لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وتمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل معه كل القصص اللي بتحبوها، تقضوه برفقة الاشخاص اكيد اللي بتحبوهم، ويحمل الخير والرزق لكم. بدي ارجع صبح عليك نرمي. يسعد لي صباحك رشا، وانا كمان بدي صبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد، نهار جديد، ان شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير والرزق وراحة البال لكل الناس. إن شاء الله يا رب مع بداية هذا الأسبوع يحملكم بعض الأشياء الإيجابية وتحققوا في بعض الأماني خلال الأسبوع. ضيوفنا لليوم من مجالات مختلفة ومنبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا قبل نروح لفاصل ومنرجع. وقبل ما نروح لأولى فقراتنا وتقاريرنا، خلونا نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل تاريخ هذا اليوم. اليوم 14 كانون الثاني، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1814 انفصال الدنمارك عن النرويج، وفي عام 2000 اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره لأفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين. عام 2005 هبوط المسبار هيجنز على تيتان قمر كوكب زحل، وعام 2016 منظمة الصحة العالمية تعلن اندثار وباء إيبولا في غرب أفريقيا بعد أن حصد أكثر من 11 ألف نسمة. ومن الشخصيات التي سجل تاريخ 14 كانون الثاني تاريخ ولادته في عام 1943 رالف ستاينمان، عالم كندي في علم المناعة، حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. في عام 1905 إرنست كارل أب، عالم فيزيائي ألماني. ومعلومات جديدة أو يمكن نتعرف عليها لأول مرة بهالفعلة. هل تعلم بأن الطفل يستطيع الرؤية منذ ولادته في حد أقصى من 30 إلى 40 سنتيمتر ويرى الأشياء بالأبيض والأسود؟ وهل تعلم بأن الطفل يرى الألوان من الشهر الرابع؟ وهل تعلم بأن الرضيع لا يمتلك غدد عرقية ولا داعي لاستخدام بودرة الأطفال لأنهم يمتلكون رائحة جميلة؟ وهل تعلم بأن نسبة الذكاء عند معظم الأطفال تتراوح بين 80 إلى 85% وهي قابلة للزيادة أو النقصان تبعاً للبيئة التي يعيش بها الطفل؟ هل تعلم بأن الطفل يستطيع التواصل قبل أن يتعلم الكلام وذلك من خلال البكاء وحركات جسمه المختلفة؟ وأخيراً، هل تعلم بأن المساج وتدليك الطفل يمكن أن يساعد على تهدئته ويساعده على الهضم ويحسن من عادات نومه، كما أنه ينمي الصلة العاطفية بينه وبين والديه؟ وبأولى مساحاتنا الصباحية، دائما نحن بفصل الشتي بصير في تغييرات كتير كبيرة على نظامنا الغذائي وحتى على الشهية. شو يا نرمي، شو أكتر شيء هيك بتعاني منه بفصل الشتي؟ بعاني من كثير اشياء، كلنا بنعاني بفصل الشتاء. هلا بعدي لها المعاناه الاقتصاديه، روحي لي يعني. لا اكيد يعني عم نحكي احنا اكثر شيء الحلو، يمكن حاجتنا للحلو بكميات كبيره بتكون، خصوصا بساعات متاخره. كمان زياد عدد الوجبات، النقرشات، وخصوصا نحن بنظامنا الشتوي كلياتنا بعد الخمسه سته بنرجع على بيوتنا. صحيح. ومن هون بقى ببلش. وبقول لك يعني بالنظام الغذائي انه اخر وجبه الساعه 7 المسافه، اللي عنده ملتزم بشغله وعنده دوام
ملتزم بشيء برا البيت فأكيد ما رح يقدر يلتزم بهذا النظام الغذائي. هذا النظام والخربطة بتصير خصوصا مثل ما قلنا بالشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة على الجسم، بصير الجسم يطلب طاقة أكثر وحريرات أكثر. رح نحكي عن هذا الموضوع بفصل الشتاء، نحن كيف قادرين خلينا ولو شوي ننظم يعني موضوع الصحة والتغذية. ضيفتنا لليوم هي ديما سلوم أخصائية تغذية. يسعد صباحك ديما وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا وشكرا كثير لكم على هاللقاء الحلو ويسعد صباحكم المتابعين. أهلا وسهلا فيك. يعني خلينا بالبداية نحكي عن أهم التغييرات اللي بتطرأ على الجسم مع فصل الشتاء. هلأ فصل الشتاء بيطرأ كثير تغيرات على الجسم بسبب انه انخفاض كبير بدرجات الحراره. هذا الشيء بيأثر على الجلد، على البشره، على الشعر، حتى هي خارجيا، حتى داخليا كمان بيأثر على اجهزه الجسم اغلبها. يعني في عندنا مثلا بالجسم انخفاض درجات الحراره بيعطي اشارات لدماغ الجلد، بيعطي اشارات لدماغ انه درجه الحراره عم تنخفض. طبعا هي درجه الحراره الطبيعيه 37 37.5، فبيعطي اشاره لدماغ انه درجه الحراره عم تنخفض مشان الدماغ يزيد معدلات الاستقلاب، مشان الجسم يصير ينتج حراره لعدل حرارته اللي تصير مناسبه للجو الخارجي. فاضافه انه في تغيرات نفسيه كمان بتزيد معدلات الكآبه بالشتاء بسبب انه طول الوقت بالليل والنهار قصير بيكون والليل طويل، قله الحركه ساحتنا اكثر من الاكل بتكون قله الحركه والخمول. يعني بالصيف تلاقي دائما اغلب الناس يعني انشطه رياضيه أنشطة تانية مثلا بيطلعوا من البيت، بالشتوية أغلبها بتضل هيك في كنكنة، في قلة حركة، في خمول، فهذا الشيء بيزيد معدلات الكآبة عند كثير من الأشخاص. طيب كونه عم نحكي اليوم فتنا على الناحية النفسية وقلتي اضطراب نفسي، خلينا نحكي اليوم شو علاقة النظام الغذائي بالاضطراب النفسي؟ بنشوف أشخاص كثير إذا انزعجوا بيروحوا للأكل، إذا فرحوا بيروحوا على الأكل، تقلبات الشتوية كمان عم تدفعهم للأكل، أحيانا بيقول لك أنا مالي اللي عم فيش أهرب الأكل. قد ايه اليوم العلاقه نفسيا بين النفسيه والتغذيه؟ هلا هو العلاقه كثير قويه. يعني لما حدا بينرسم نظام الغذائي اليومي، اي شخص بينرسم نظام الغذائي اليومي بيكون له علاقه بسلوكياته الغذائيه من لما خلق. شو هي السلوكيات الغذائيه اللي عم يمارسها يوميا او اللي كان عم يخضع لها كونه هو كان ضمن اسره معينه، ضمن يعني تحت وجود تحت رعايه الاب والام. فانه اغلب السلوكيات اللي بتكون من هو وصغير فهي بتكبر معه لحتى يصير كبير، وبتصير عادات غذائيه، وبتصير لها علاقه بالحاله النفسيه. يعني الانسان بيرتبط مثلا بالاكلات اللي كان ياكلها عند اهله وهو صغير، بالاكلات اللي بتعمل له اياها امه، بيحب الشيء اللي ربي عليه، الشيء اللي كون له سلوكه الغذائي لما كبر. هذا الشيء بيتعلق بالمزاج، بينعكس على مزاجنا. يعني احنا لما بناكل اكله غذائيه مثلا او طبق او اي طبخه مثلا من البيت، نحن بتصير بتذكرنا بايامنا مثلا، حتى ايام المراهقه، حتى ايام. فهذا الشيء لما بياكل هي الاكله بيرتفع مزاجه. يا سلام اليوم اكلت اكله ذكرتني ماما كانت تطبخ لي مثلا لما بكون عند اهله. فكثير لها علاقه بالمزاج الاكل، حتى انه في ناس لما بتكون سعيده يلا نروح ناكل شيء طيب، لما بتكون زعلانه انا ضايق خلقي بدي اروح اكل. وفي بالمقابل في حاله عكسيه، في ناس كثير لما بتكون بحاله نفسيه سيئه بتصير بتبعد عن الاكل بشكل كبير. وبالمقابل في ناس تطلب كثير السكريات والدهون، يعني بتصير في عندها شراهه لهذا الموضوع. وفي نقطه كمان اضافيه، في ناس اللي بتكون في عندها تعلق كبير بالحلويات بسبب لها نوع من الادمان. يعني انا مثلا الشخص اللي بيكون عنده هذا الادمان بسيط، طبعا هو لما بيكون عنده هذا الادمان بيصير انه بيفكر اليوم ما اكلت حلو فناقصني حلويات، فبيصير في رده فعل عكسيه على الجسم، نوع من التوتر والقلق والعصبيه. هذا الشيء ما بيروح لحتى ياكل الحلويات. طبعا في إلى علاجات يعني كثير مختلفه وانظمه غذائيه بتعالج هذا الشيء. كثير مهمه هاي النقطه لانه هي معاناه لكل الناس. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم عن نقطه انه مهمه، كيف نحن بنحافظ على شهيه مستقره؟ يعني نحن بفصل الصيف كلياتنا بتمر علينا حالات بنقول ماني مشتهي الاكل، يعني ابدا ماني قدران اكل. بالشتي بتنعكس الحاله تماما، كيف نحن فينا نحافظ على موضوع الشهيه؟ هلا موضوع الشهيه بيرتبط بوجباتنا اليوميه. هلا الاشخاص اللي بتاكل وجبات بتكون مستوى السكريات البسيطه فيها سريعه، لما بتفوت السكريات البسيطه على الجسم بتتحلل بسرعه، بيتم امتصاصها، بيبلش امتصاصها من التم. على فكره السكريات البسيطه من التم للمعده مثل شو البسيطه؟ وقت نقول سكريات بسيطه يعني السكر الابيض، كل شيء داخل بقلبه السكر الابيض، مثلا مثل الخبز الابيض،
هاي الأغذية الخفيفة بتكون طعمها كتير حلو وبتكون خفيفة، مثل الشوكولا مثلا، مثل الكريمة، المعجنات. ايه طبعا كمان المعجنات، بس انه في انواع للمعجنات. يعني احنا عم نحكي معجنات بتكون مصنوعه من الطحين الابيض، بيكون مضاف لها سكريات، بيكون فيها مواد خفيفه سهله الامتصاص. هذا الشيء بسبب انه امتص الجسم السكريات، ما في يعني خلال ساعه لساعه ونص بيكون الجسم رجع طلب اغذيه جديده، لانه خلص اللي موجود بالمعده استقلبه. تمام. فنحن لما بدنا نضبط هاي الشهية، موضوع هذا الشهية، بيكون في عنا نظام غذائي بيحتوي على عدة أنواع من الأغذية. يعني مثلا الألياف، الألياف بيستهلك هضمها بالجسم حوالي الأربع ساعات، فأربع ساعات لتفضى المعدة، لتعطي إشارات للدماغ أنه المعدة فضيت، وانخفاض مستويات السكر بالدم لحتى أنه يرجع الإنسان يحس بالجوع. شو هي الألياف؟ يعني مثلا كل أنواع الخضروات والفواكه، حتى الخضروات النشوية، البروتينات، كل شيء فيه ألياف هو لازم يدخل ضمن الأغذية اليومية لحتى نقدر نضبط الشهية. في شيء كمان مهم إنه نحنا نأخذ كمية من الدهون. كمان الدهون خاصة إذا كانت دهون يعني مصدر صحي، يعني ما إنه مثلاً دهون مشبعة، دهون ضارة. كمان الدهون مفيدة لموضوع ضبط الشهية، لأنها هي الدهون بتعطي إحساس بالشبع، وبتعطي إحساس بالمتعة. يعني لما الشخص بيكون عم يتناول وجبة غذائية فيها نسبة من الدهون، بتعطي إحساس بالمتعة، خلص بتخف الشهية عنده، يعني بتقل مستويات الشهية بشكل منيح. نحن هون عم نحكي عن أنواع، ولكن في حصص اليوم نحن كمان نحن ما لنا قادرين نتجاوزها، الكمية تكون مفتوحة، كان بالخضار، كان بالدهون، كان حتى بالنشويات. اليوم إذا حبينا نعطي هيك نظام غذائي مناسب، يناسب مثلاً الفرد يعني خلال يومه، وما يروح يقطع على أنه ياخد حلو زيادة على اللزوم، ياخد السكريات، أنه جسمه يطلب طاقة فيروح لموضوع السكريات، شو ممكن إحنا نعطي نصائح بالنظام الغذائي؟ هلأ النظام الغذائي لقلك شو، هلأ كل ما كان النظام الغذائي متوازن كل ما كان مفيد جدا للفرد، كل ما كان صحي ومناسب لإله. أول شيء متوازن يعني بأنواع الأغذية اللي موجودة بقلبه، يعني المفروض النظام الغذائي اليومي يكون محتوي على المغذيات الكبرى اللي هي البروتينات والكربوهيدرات والدهون والمي، والمغذيات الصغرى اللي هي مجموعات الفيتامينات والمعادن. كمان المفروض الإنسان يحصل على حاجته اليومية من هاي المغذيات. هي أول شيء. ثاني شيء، في عنا حتى ضمن الكربوهيدرات في عنا سكريات بسيطة، في سكريات معقدة، في ألياف المفروض إن الوجبة الغذائية تحتوي على هذا الثلاث أنواع. البروتينات مفروض نأخذ بروتينات من مصدرين، المصدر الحيواني والمصدر النباتي. الدهون كمان مفروض نأخذ من المصدرين اللي هي دهون مشبعة بكميات قليلة، دهون غير يعني مشبعة. حتى أنا هيك نعمل، تعطينا أمثلة يعني وقت نقول دهون مشبعة، بروتين، شو الحصص اللي ممكن أو تمام. شو مثلا البروتينات يعني. رح نأخذ مثلا البروتينات إذا أخذنا حصة اللحوم أو البروتينات الحيوانية، البيضة هي حصة، كاسة الحليب حصة، الألبان كمان حصة، شريحة الجبنة 40 أو 45 جرام حصة، قطعة اللحوم أي نوع 30 جرام كمان حصة. بنقدر نحن هلأ اللي بيكون عم يتبع نظام غذائي بيوزن لمرة واحدة، بيحفظ الحجم، بيصير عنده الحجم محفوظ. مثلا الدهون، الدهون هي بتجي بالمطلق، حصة الدهون بالمطلق، يعني إنه مثلا كنا عم نحكي على البروتينات، مثلا البيضة فيها 7 جرام أو 8 جرام بروتين، بس البيضة هي وزنها 50 جرام أو 70 جرام أو 60 جرام. الدهون هي بتجي بالمطلق حصة الدهون، يعني 5 جرام مثلا زيت هي دهون، ما فيها شيء ثاني، ما فيها بروتين، ما فيها ألياف، ما فيها سكريات. حصة البروتينات بيجي فيها نوعين، يعني مثلا كاسة الحليب بيجي فيها كربوهيدرات وبيجي فيها البروتين وبيجي فيها كمان الدهون، يعني هي فيها ثلاث أنواع من الأغذية. طيب خلينا نحكي عن موضوع الخضار والفواكه، خصوصا الفواكه بفصل الشتاء هو الحمضيات يمكن أكثر شيء بيكون موجود، التفاح كمان والموز، هدول ثلاث أنواع يمكن شائعين كثير بفصل الشتاء. خلينا الرمان قدامهم، الرمان كمان مزبوط، بس في ناس بيقللوا مروة على فرط الرمان فبيلجأوا لأمور ثانية. خلينا نحكي عن حصص خلينا نحكي عن الحصص اليومية للحمضيات، وقديش كمان بتفيد بموضوع تقوية المناعة. هلا اول شيء بالنسبه لاغذيه فصل الشتاء او الاغذيه او الخضروات والفواكه موجوده بفصل الشتاء، هلا ضروري كثير انه نحن ناخذ الاغذيه الموسميه اللي موجوده بكل فصل. يعني مثلا بهذا الفصل موجود الفواكه اللي ذكرتيها حضرتك، وفي كم نوع، مثلا الرمان كثير مهم وكثير ضروري،
عصير الرمان كثير بيساعد على خفض مستويات الدهون والكوليسترول بالجسم، يعني كثير مهم عصير الرمان بهذا الوقت. في أغذية مثلا الخضروات، مثلا الخضروات الورقية، السبانخ، الملفوف، البقدونس، السلق، هاي الأغذية كلها المهم مفروض أنه الشخص يتناولها بموسمها، أفضل من أنه والله مثلا أن يعني يكون في عندي شيء متلج أو شيء محفوظ بيه. والأغذية كمان في عنا الأغذية المجففة كمان كتير مهمة أنه نحن نتناولها بفصل الشتاء، مثل الزبيب والتمر والمشموش والتين، إلى فوائد كتير بفصل الشتاء. طيب خلينا نروح شوي للمكملات الغذائية. اليوم في كتير أشخاص بيقول لك أنا مثلا وقتي ما بيسمح لي أنا أخذ كل أنواع الفيتامينات اللي بحاجة جسمي لإلها، إن كان بالبروتين إن كان بأي شيء تاني، فمنروح للكبسولات الدوائية للفيتامينات. اليوم قدامهم نحن حتى لو اضطرينا نحن نروح لهدول الكبسولات ناخذهم معلش كرمال نحن مناعتنا وخاصة بفصل الشتاء. هلأ هي المكملات الغذائية هي عنصر مهم يعني ضمن النظام الغذائي، بس لحسب أعمار معينة. يعني في عندك أعمار مثلا للشباب يعني يقدر الإنسان ياخذ حاجته اليومية من الأغذية والفيتامينات والمعادن من الغذاء، باستثناء فيتامين دال. طبعا فيتامين دال نحن بنعرف أنه بيتاخد من الشمس، وفي له ظروف معينة، يعني إذا كان الشخص بحالة مثلا نفسية، بحالة كآبة، بحالة صدمة، بحالة هاي، فبترتفع مستويات الكورتيزول بالجسم، هذا الشيء بسبب ضعف تكوين فيتامين دال وضعف امتصاصه بالجسم، فبنلجأ للمكملات الغذائية. وبنلجأ للمكملات الغذائية في حالات المرض، في حالات نقص الفيتامينات بالجسم، في حالات بعض حالات الرياضيين، وعند كبار السن ضروري كمان كبار السن انهم ياخذوا المكملات الغذائيه اللي هي مناسبه لحالته الصحيه. استشاره طبيه، بس في كثير اشخاص بتقول لك انا اليوم اشتريت علبه فيتامينات شامله عم باخذ حبه كل يوم هيك لحالهم. يعني هلا هي لقلك شو، هلا المفروض تكون تحت اشراف المفروض تكون تحت اشراف طبي، المفروض تكون بعد تحاليل. بس هلا اذا كانت جرعه داعمه للجسم، يعني هذا الشيء ما بيمنع، اذا جرعه داعمه يعني في بيكون نسب قليله ونسب داعمه، بيكون الشخص هو بيعرف حاله انه هو ما عم يتغذى بشكل منيح او ما عم يدخل على جسمه كل العناصر المفروض انه ياخذها بشكل يومي، فهذا الشيء ممكن يكون. بس عند كبار السن كنا بنحكي نقطه انه بيصير الامتصاص عندهم ضعيف لهي المواد ولهي المعادن والاغذيه والفيتامينات، فكتير مهم يعني انه يكون في جرعات داعمه. مثلا اللي عم يعاني من هشاشه عظام ممكن نعطيه جرعات داعمه لهذا الموضوع، نوع مثلا من المكملات الغذائيه. اللي عنده مثلا مرضى سكري بيكون في عنده التهابات بالاعصاب، كمان مفروض انه هن ياخذوا جرعات داعمه للاعصاب، فيتامينات ب واحيانا فيتامينات دال وهالقصص، مغنيسيوم كمان كتير مهم لإلهم. تمام. خلينا نحكي كمان عن موضوع دائما احنا بنأكد عليه، ممارسه الرياضه بكل الفصول وخصوصا بفصل الشتاء. خلينا نحكي عن المده الزمنيه، كونه بيكون الطقس بارد يمكن الواحد ما كثير بيقدر يروح على النادي، ظروف الحمام بدها تيجي بعد النادي، بخاف الواحد يعني يمرض يصير معه حالات زكام الى اخره، قديش هي المده الزمنيه؟ يعني الحد الادنى لازم الواحد يلعب فيه رياضه لحتى يعني يتمتع بنوع من اللياقه اذا بدنا نقول. هلا هي الرياضه كثير مهمه للجسم، بس فعلا بالفعل في ناس كثير بتخفف بفصل الشتاء وبتقلل المروه، ومنهم انا يعني كمان عندي هدول الشهرين ما بروح ابدا، فانه هي كثير عنصر مهم كثير للجسم. المفروض يوميا يكون في عنا نص ساعه مشي 30 دقيقه اقل، طبعا انا بحكي على الحد الادنى، ما بحكي على الرياضيين، عم نحكي عن 30 دقيقه باليوم مشي، طلعت دراج، نزلت دراج، روح على الشغل، رجع من الشغل، فالمفروض يكون في عنا 30 دقيقه باليوم. طبعا الرياضه لها تاثيرات كثير مهمه على الجسم، بتزيد تدفق الدم بالاوعيه الدمويه، بتقوي العضلات، بتقوي حتى العظام، بتزيد متانه الجسم، وحتى بتحسن الحاله المزاجيه للانسان، لانه انا بس ما مارست الرياضه صار في عندي جهد بدني بشيء معين لدرجه معينه، بصير الدماغ العضلات تعطي اشاره للدماغ انه هي بحاله تعب مشان يفرز الهرمونات اللي هي بتعطي الراحه والهدوء للجسم، فهي فعلا عنصر مهم خلال النهار انه نمارسها ولو 30 دقيقه. طيب خلينا نحكي على نقطه ذكرتيها ببدايه حديثنا، انه نحن دائما ومعظمنا اليوم يعني وين ما مين ما سالتي بيقول لك انا بفصل الشتاء بعاني اني انا باكل حلو كثير، بروح لموضوع الشراهه، يمكن مثلا
بتخف طلعات البيت، بتخف الرفقه، بتخف النشاطات، فبتروح القصص للاكل اكثر. اذا هيك كونك حضرتك اخصيه تغذيه واكيد عندك نظره او عندك معلومات، يعني احنا خلال يومنا شو هي الشغلات ممكن ناخذها خفف موضوع الشهي؟ ان كان لكل حدا عم يشوفنا اليوم اكيد في كثير ناس بيعانوا من هي النقطه، يعني ان كان بالمشروبات وان كان بالوجبات الغذائيه، من دون ما نروح نحن للادويه اللي بتسد الشهيه وهدول القصص. تمام. هلا لقلك شو موضوع الشهيه، حكينا عن موضوع السلوك الغذائي، هي مرتبطه نوعا ما بسلوكيات غذائيه ومرتبطه بشيء ثاني بالنظام الغذائي اليومي. انا لما بدي استهلك اشياء سريعه الامتصاص بالجسم هذا الشيء بياثر على الشهيه، بس لما باخذ شيء امتصاصه طويل، فتره امتصاصه طويل بالجسم، فهذا الشيء بخفف الشهيه جدا بالجسم. اضافه انه كان لازم يكون النظام الغذائي صحي ومتوازن، يعني بيدخل فيه جميع الاغذيه اللي هي موجوده اللي بيتكون منها النظام الغذائي. موضوع انه مثلا البروتينات، الالياف، كثير بتخفف الشهيه. مشروبات اذا مشروبات ساخنه مثلا الشوربات كثير مهم، الشوربات اللي يكون فيها مثلا شوربه الدجاج مع العظم، يعني نحط فيها العظم تبعها، بتعطي حراره للجسم، بتدفي الجسم، وبتعطي كثير انواع بتعطي كمان كل شيء مركبات ناقصه الجسم، مثل انه الاجسام المضاده اللي بترفع المناعه وبتغذي الخلايا التائيه بالجهاز المناعي. هلا لقلك شو انه مثلا موضوع الشهيه بدنا ناخذ شيء نحن اقتصاديا اليوم اي حدا عم يشوفنا قادر انه يطبق هي القصص، يعني الحبوب مثلا اللي بتكون مع الاغلفه، يعني مثلا القمح الغير مقشور، خبز النخاله، الخضروات الورقيه، الخس والبقدونس والبندوره نكون مع القشور تبعها. شو يعني مع القشور؟ يعني البندوره مثلا ما نقشرها، الخيار ما نقشره، القمح بتجي حبه كامله ضمن القشره. هي الخبز النخاله اللي بيكون مع الاغلفه تبعه، العدس، العدس الاسود مثلا القشره معه مو الاحمر، تمام؟ البرغل مثلا، الفريكه، هدول كلياتها هي غنيه بالالياف وبتخفف الشهي. وفي مشروبات كمان مثلا القرفه والزنجبيل والكركم، الكركم اضافته على الشوربات كثير مهم، مثلا شو عملنا شوربه عدس ضفنا لها كركم وشويه فلفل اسود، لانه الكركم في ماده هي الكركمين بتتفعل اكثر بكثير لما بنحط لها الفلفل الاسود. ف يعني هذا طبق شوربه العدس مع المواد المضافه لها مع التوابل بخفف الشهيه، يعني انه بياخذ جزء من المعده. خلينا هيك بالوقت المتبقي نقدم نصائح اخيره لكل الناس، كيف ممكن قد ما فيهم يضبطوا موضوع الوزن والشهيه، وخصوصا نحن بنعرف بفصل الشتاء، يعني هي من الشغلات اللي كثير صعب الواحد يقول بدي بلش نظام غذائي بفصل الشتاء، خصوصا بالاوقات البارده. هو فصل الشتاء الليل طويل، يعني احنا بنقول دائما خلص بكره من بكره، فبصير في وقت كثير، فبصير الشخص بده يلهي حاله، قاعدين على النت وقاعدين على التلفزيون فبصير الواحد بيلهي حاله باشياء تكون انه مثلا يتسلى فيها. هلا المفروض انه نبعد قد ما بنقدر عن الاشياء الغنيه بالدهون المشبعه، يعني مثلا الشيبس والحلويات اللي كثير دسمه، الحلويات اللي فيها كميه سكريات كبيره، نحاول نتجه اكثر مثلا للبشار، اذا عم نحكي على السناكات مثلا، للفواكه الموسميه اللي موجوده ضمن الموسم، للمكسرات كمان، المكسرات مهمه يعني فيها دهون صحيه، اذا عم نحكي على الدهون الصحية. مثلا خلال نهارنا لما بيكون في عنا مشاوير نقضيها مشي، يعني نروح مثلا مشي نرجع مشي، لأنه هذا الشيء بيحرق، بيزيد من الحرق، بيزيد من حرق الدهون بالجسم، وبيساعد على تنشيط الجسم، ونفس الوقت بيلهي الدماغ عن موضوع أنه الجوع، عن موضوع الشهية. ممكن كمان الشخص يلهي حاله بشيء ثاني، يعني مو شرط يضل عم ياكل، ممكن نلهي حالنا بشيء ثاني، مثلا بدراسه شيء، بالفرجه على شيء مثلا، بس كمان الكتاب بده تسلاي كمان الكتاب. بس كنت اسالك على موضوع الخبز الابيض والاسمر، دائما بيقولوا لك انه كمان الكميه بشكل سريع، انه حتى لو اخذتي كميه كبيره انت عوضتي كانك اخذتي الخبز الابيض، صح هي المعلومه او لا؟ هلا لقلك شو، الحصه من الخبز النخالي نفس الحصه من الخبز الابيض ككالوري، هن نفس الكميه، نفس القيمه ككالوري كطاقه. شو الفرق؟ بس كفائده اول شيء هي موضوع الفائده، انه هو الخبز النخالي في قشور القمح اللي هي بتحتوي على كميه اكبر من فيتامينات بي ومعادن ثانيه،
الشيء الثاني انه هي الالياف شوي بتبقى بالمعده اكثر، بتعطي احساس اكثر، بتعطي احساس بالشبع. هذا ما بيكون يعني بيساعد المعده اطول اطول، هذا ما اطول. بنشكرك، شكرا كثير لك اختصاصيه التغذيه ديما سلوم على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لك ويسعد صباحك. اما هلا صار وقت رشن نتعرف على احوال الطقس بدايه اسبوع وبدنا نعرف كيف اكيد حنشوف من خلال المتنبئ الجوي، حنكون باتصال مع المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف اكثر عن اخبار طقسنا لهذا الاسبوع، هل حيكون في امطار ومنخفضات وقد ايه حتكون درجات الحراره بالمحافظات السوريه. يسعد صباحك وصباح الخير. الو صباح الخيرات، يسعد صباحك. هلا يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ حسان. مثل ما قرينا يمكن من الخميس الماضي بلش منخفض جوي، قرينا انه ممكن يستمر لعشرة ايام، فخلينا نعرف المعلومات الصحيحه من حضرتك وكيف راح تكون احوال الطقس خلال الاسبوع. هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك للأخبارية السورية. بالنسبة للأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة، نحن عم نتأثر بمنخفض جوي حالة عدم استقرار بلشت من امبارحة بفعالية متباينة من متوسطة إلى ضعيفة الشدة، بتكون متوسطة الشدة بالمناطق الغربية والساحلية، بيستمر تأثيرها حتى نهار الاثنين بإذن الله تعالى، بتؤدي إلى هطولات مطرية بتكون جيدة نوعا ما تتصل بالغزارة بالساحل السوري بالمناطق الغربية بالشمال الغربي، وباقي المناطق بتكون الهطولات فيها مقبولة إلى جيدة نوعا ما، الهطولات بتكون بأغلب المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية. الحرارات في عليها انخفاض لحتى تكون أدنى من المعدل من درجة إلى 3 درجات مئوية في مختلف المناطق. في هطل الثلجي إن شاء الله بيكون بالمناطق اللي بيزيد ارتفاعها عن 1500 متر، يعني بسرغاية بمرتفعات القلمون بهينة بعرنة بجبل الشيخ بمرتفعات الساحل السوري، كل هذه المناطق اللي ذكرتها في احتمالية كبيرة للهطل الثلجي. بيكون إن شاء الله الهطول الثلجي إن شاء الله ليلة اليوم ونهار بكرة. الهطولات المطرية بلشت من امبارح بعد ساعات منتصف الليل إن كان بالشمال الغربي أو بالساحل. المعلومات اللي وردت حتى إعداد هذه النشرة بمنطقة الشمالية بحلب تقريبا 5.5 مليمتر، بجرابلس 6 مليمتر، بتل أبيض 4.5، بإدلب 13 ملي، هطولات كان جيدة نوعا ما بالشمال وبالمنطقة الغربية، بطرطوس كان 10 مليمتر، بالرقة 8 مليمتر. هطولات مستمرة بإذن الله تعالى، والأجواء اليوم بتكون غائمة إلى غائمة ماطرة على فترات في أغلب المناطق والمدن السورية، بتكون الهطولات غزيرة ومترافقة بحبات البرد والرعد ببعض الأحيان خاصة بالشمال الغربي وبالساحل السوري. والهطولات الثلجية مثل ما ذكرت احتماليتها بتضل مستمرة لليوم إن كان بالمرتفعات القلمون بجبل الشيخ بعرني بالمرتفعات الساحلية، كافة المناطق الارتفاع على 1500 وما فوق احتمال الهطل الثلجي فيها وارد، بينما المناطق اللي بيكون ارتفاعها أدنى من ذلك محتمال يكون هطل ممزوج بالثلج. والرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بتتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 45 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمنطقة الساحلية والبحر، خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 12.7، القنيطرة 7.5، القلمون المرتفعات الجبلية 5.0، درعا 12.7، السويداء 9.5، المنطقة الوسطى حمص وحماة 9.4، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 10.4، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 11.9، بالشمال حلب وإدلب 8.4، دير الزور الرقة المنطقة الشرقية 9.4، تدمر البادية السورية 11.4. حالة عدم الاستقرار رح تضلها مستمرة بفعالية بإذن الله جيدة حتى يوم الاثنين، بعدين بتبلش الأجواء تميل للاستقرار من ساعات ليل ومساء يوم الاثنين لحتى تكون الأجواء مستقرة بشكل تدريجي من يوم الثلاثاء، بعدين تستقر بشكل كامل بأغلب المناطق والمدن السورية. أجواء بتكون بين الصحو والغائمة جزئيا وحرارات حول المعدل مع احتمالية بنهاية الأسبوع من الثلاثاء والأربعاء والخميس لتشكل الضباب واحتمال الصقيع بالمرتفعات الجبلية وببعض المناطق الداخلية. نعم أستاذ حسان الجردي، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها ونتمنى الصحة والسلامة والله يبعث الخير. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا عبر اتصال هاتفي. شكرا، يسعد صباحك. شكرا.
أما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا، وصلنا لفقرتنا الطبية. صحيح رشا، وصلنا لفقرتنا الطبية. كثير بنعرف يعني في سيدات ورجال أيضا عندهم حلم بالإنجاب، وخصوصا ببداية حياتهم، وعم نسمع عن كثير حالات يمكن عم يكون في مشاكل بالإنجاب، تأخر بالإنجاب أو حالات عقم. صحيح، مثل ما عند السيدات بيكون حالات من العقم، أيضا في عند الرجال حالات من العقم، وبتتعدد بيكون منها نتيجة نقص بالخصوبة وأمراض كتير. ورح نحكي بهاي التفاصيل أكيد مع الدكتور فادي حكمة الزرقاوي، اختصاصي جراحة بولية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم وكتير حساس، إن كان للأنثى أو للرجل، وهو هاجس كان الطفل بالبيت، ولكن لبعض الأسباب وبعض الظروف بيكون بيروح الرجل ليعمل تحاليل، فبيبين عنده خلينا نقول نقص، خلينا نقول قلة خصوبة، خلينا نقول واصل لمرحلة العقم. إذا بنحكي اليوم عن موضوع العقم عند الرجال، شو هي أهم الأسباب؟ هلا أول شيء، العقم كتعريف هو عدم قدرة الرجل على الإخصاب بعد عام واحد من الزواج مع وجود العلاقة الصحيحة مع الزوجة. يعني بيختلف شوي عن المفهوم العامي. المفهوم العامي هو أنه الرجل غير قادر على الإخصاب بشكل كامل. يعني ممكن نحن طبيا يكون الرجل عنده 5 أطفال ولكنه هو عقيم. ليش عقيم؟ لأنه هو له عام كامل عم يحاول يصير فيه إخصاب، ولكن عدم القدرة على الإخصاب. إذا عام كامل يسمى عقيم. طبعا بالنسبة للعقم يوجد عدد كبير من الأسباب، فينا نصنفها أنه هي أسباب قبل خصوية أو أسباب خصوية أو أسباب بعد خصوية. عموما الأسباب قبل الخصوية هي تتلخص بمجموعة الأمراض المزمنة، إن كان أمراض ودية وإن كان أمراض قصور أعضاء متعدد. والأسباب الخصوية، ومن أهم الأسباب الخصوية، هي دوالي الحبل المنوي اللي نحن اليوم بدنا نحكي عنها. الأسباب بعد الخصوية بتتلخص بالأسباب الانسدادية بالأقنية الناقلة للنطاف. طيب خلينا نحكي أكثر مع حضرتك اليوم عن مرض شائع هو متعارف بدوالي الخصية. خلينا نعرف المشاهدين شو هو، وقديش درجة الإصابة اليوم، قديش هو شائع اليوم بين الرجال. هلا دوالي الخصية أو دوالي الحبل المنوي هي عبارة عن توسع بالأوردة حول الخصية، وهذه الأوردة ضمن ما يسمى بالشبكة الدوالية. طبعا هاي الأوردة هي التي تقوم بنقل الدم الوريدي من الخصية، ثم بعد ذلك تصب بالوريد المنوي الباطن، والوريد المنوي الباطن يصب في الأجوف السفلي في الجهة اليمنى، أما بالجهة اليسرى فهو يصب بالوريد الكلوي الأيسر، ثم بعد ذلك إلى الأجوف السفلي، ثم بعدين طبعا إلى القلب ليتم تنقية الدم. طبعا هذا المسار باليسار هو ما يفسر أن الجهة اليسرى أكثر إصابة من الجهة اليمنى بالدوالي، نتيجة خلل معين ضمن هذا المسار يؤدي إلى تراكم الدم ضمن الشبكة الدوالية، وبالتالي توسع هذه الأوردة. عموما عند الرجال 15% تقريبا يصابون بالدوالي، ولكن فقط 40% من الأشخاص الذين هم مصابون بالدوالي يصابوا بالعقم. طيب خلينا نحكي دكتور، هل اليوم الفحص السريري لدى الذكور قبل الزواج ممكن انه الدكتور يكتشف هذا وجود الدوالي؟ قبل الزواج عادة لا يوجد شكوى، باستثناء اللي يكون في ألم، ممكن يتراوح الألم من درجات خفيفة أو بسيطة إلى درجات تكون قد تكون أكثر شدة، قد يكون ألم شديد. طبعا بعض الأحيان أو أغلب الأحيان يكون الدوالي صامتة، وبالتالي تكتشف الدوالي نتيجة شكوى العقم بعد الزواج، ولكن قبل الزواج بحالات نادرة، في حال وجود ألم بسبب آخر غير الدوالي، ممكن ألم نتيجة التهابات الخصية أو أسباب أخرى، وبالتالي نتيجة الفحص السريري قد يكتشف الطبيب أن هنالك توسع حول الخصيتين، وبالتالي يوجد دوالي. ولكن عموما أكثر الشكوى تأتي نتيجة العقم، يعني دائما الشخص يراجع عيادة الجراحة البولية بشكوى العقم، وبعد الفحص السريري يكتشف الطبيب أن هنالك توسع بها الأوردة حول الخصية تشير إلى وجود الدوالي. طيب ذكرت نقطة أنه هو ممكن يكون صامت. نعم. معناته إحنا رحنا لمدة زمنية بناء الإصابة، يعني معدل الإصابة قد إيه ممكن يكون له؟ هلا معدل الإصابة بشكل عام 15% من مجمل الشباب. إذا معدل الإصابة 15% من مجمل الشباب، و 40% من الشباب الذين يصابون بالدوالي هم مصابين بالعقم. تمام. إذا نحن غالبا الدوالي صامتة،
أدواري صامتة بشكل عام، ولكن ببعض الأحيان تكون مؤلمة ودرجات الألم متفاوتة من بسيطة إلى شديدة. مثل ما حكينا هي الأكثر شيوعا هو العقم وليس الألم. طب خلينا نحكي عن العلاج اليوم بهي الحالة، هل هو علاج جراحي أم هو علاج دوائي ممكن يكون؟ هلا بعد ما نحن توجهنا بشكل عام إلى وجود دواء لحبل منوي، عادة الطبيب يقوم بطلب فحص السائل المنوي لتحري وجود نقص بتعداد النطاف، وأيضا يقوم بإجراء إيكو دوبلر للصفرة. طبعا إيكو الدوبلر لتحري وجود قلس وريدي، خلل بعمل أحد الصمامات بالوريد المنوي الباطن، يسمح بمرور الدم إلى الأعلى والأسفل، وبالتالي تراكم الدم ضمن الشبكة الدوالية. بعد الفحص السريري وبعد إيكو دوبلر وبعد تحليل السائل المنوي، نحن هون لدينا استطباب للعمل الجراحي. واستطباب العمل الجراحي للدوالي هو وجود أولا دوالي درجة ثانية أو أكثر مع وجود أحد الأعراضين، إما أن يكون ألم أو أن يكون عقم. طبعا الاستطباب الأكثر شيوعا هو العقم، وعموما لا يوجد علاج دوائي للدوالي. يعني نحن بس قررنا أنه في نحن عنا علاج، يجب إجراء العمل الجراحي. والعمل الجراحي يقسم إلى إما جراحة مفتوحة عبر شق مغبني، أو جراحة عبر المنظار، أو حقن مواد مصلبة ضمن أحد أوردة الشبكة الدوالية. طيب دكتور، هلا المريض اللي بيروح لاجراء العمليه الجراحيه، وشفنا حالات كثير ساووا العمليه وبعد فتره صار عندهم هذا البيبي، ممكن ترجع الحاله مره ثانيه ويضطر مره ثانيه يخضع لعلاج ثاني؟ طبعا نسبه النكس نسبه عاليه جدا بالعمل الجراحي. يعني شو الفكرة؟ السبب الرئيسي بالنكس هو عدم ربط كامل اورده الدوالي. تمام، يعني نحن بعض الأحيان نكون قطر الوريد عالي شوي أكثر من 2 ملم، فنحن بنشوفه بأثناء العمل الجراحي، ولكن في حال كان قطر الوريد أقل من 2 ملم شوي هون نكون أمور صعبة، وهو أساساً غير متوسع. ممكن بعد فترة نتيجة الخلل التشريحي اللي صار عندنا، اللي هو خلل بالصمام ضمن الوريد المنوي الباطن، راح يرجع مرة ثانية يتشكل دوالي الحبل المنوي وتتوسع الوريد ويتراكم الدم ضمن الوريد، وبالتالي تشكل الدوالي مرة أخرى. إذا نسبة النكس سببه هو عدم ربط كامل الأوردة ضمن الشبكة الدوالية. بعد فترة ممكن يرجع مرة ثانية يتشكل لدينا دوالي وتتوسع الوريد. وهون بيروح الطبيب لإجراء جراحي ثاني؟ ممكن طبعا إجراء عمل جراحي مرة أخرى لربط هذه الأوردة. طيب ما بيأثر سلبيا على صحة الشخص اليوم الرجل؟ هلا نحن التأثير الوحيد يلي ممكن أنه يصير بعد العمل الجراحي هو القيلة. يعني هو؟ القيلة يلي هو تشكل شيء ما يشابه كيس مي حول الخصيتين نتيجة ربط أحد الأوعية اللمفاوية بشكل خاطئ. يعني هذا طبعا أقل، يعني أقل نسبة، يعني نسبة قليلة نوعا ما يعني بالنسبة للعمل الجراحي، ولكن بشكل عام تكرار العمليات الجراحية لا أبدا ما إلى أي تأثير. خلينا هيك ننتقل لمفهوم أوسع حول حالات العقم عند الرجال. ببداية الزواج دائما لما يتأخر شوي الإنجاب فورا بيروحوا يعني الكل بيسأل السيد اليوم عن حالته، مرته ما بتجيب أولاد. تماما، فورا بيطلع الحكم مرته ما بتجيب أولاد مثل ما قالت رشا. ولكن خليني قبل مرحلة الزواج خليني أسألك، في إجراءات معينة اليوم أو استطبابات ممكن يعني الشاب والصبية يسووه قبل مرحلة الزواج ليهيئوا حالهم لهي المرحلة تنصحوا فيها؟ هلأ طبعا نصائح عامة أكيد، يعني قبل الزواج نحن نتمنى أنه هو الرجل، كون بحكم اختصاصي أنا بتابع الرجال أكثر، نتمنى أنه هو الرجل بيقوم بعمل تحليل للسائل المنوي واكتشاف وجود إما قلة عدد النطاف أو قلة سرعة النطاف أو وجود زيادة بعدد الأشكال الشاذة ضمن تحليل السائل المنوي. طبعا وجود نقص بهذا العدد أو نقص بالسرعة أو وجود تشوهات أكثر، ممكن نحن هون نطلب إيكو دوبلر. إذا نحن كمتابعة للرجل، أنا بتمنى أنه قبل الزواج، أو بنحث دائما الرجال قبل الزواج يقوموا بتحليل السائل المنوي وإجراء إيكو دوبلر للصفرة. طبعا النساء عادة يتم متابعتهم عن الطبيب النسائية، ممكن أنه هو يعمل إيكو لتحري الرحم وأيضا تحري المبيضين. طيب دكتور، بسؤال أخير لحضرتك، اليوم بعد إجراء العملية الجراحية عم يتم أنه كل فترة يروح يعمل تشيكي المريض لوضعه، هل في أدوية حيفضل استمر عليها أو لا؟ خلص في مرحلة علاجية حيخلص كورس الدواء وخلصنا؟
هلا عموما نحن لحتى نكتشف انه العمل الجراحي ناجح او لا بدنا تقريبا شيء 3 شهور. طبعا هي دوره حياه النطاف تقريبا من 72 يوم الى 74 يوم، وبالتالي نحن بعد العمل الجراحي نقوم بوصف ادويه تعتمد على مجموعه من الفيتامينات والمعادن مثل السيلينيوم والزنك وغيرها من المعادن لدعم النطاف خلال 72 يوم، وهي فتره حياة النطاف أو دورة حياة النطاف. وبالتالي نحن خلال 3 شهور نقوم بوصف أدوية تعتمد على الفيتامينات والمعادن، بعد 3 شهور نقوم بتحليل السائل المنوي وبالتالي تحري إذا كان اكتشفنا أنه زيادة صار في النطاف أو في عندنا تحسن بنوعية السائل المنوي. دكتور، في أي نصائح اليوم بتحب توجهها أو خطأ شائع اليوم أنت ممكن عم تشوفه ب يعني تشخيص دوالي الخصية، أو أي نصيحة ممكن توجهها أو نقطة بتحب تحكيها ونحن ما دوينا عليها؟ تفضل. نعم، هلأ نحن كنصائح عامة دائما الأسباب التي تشكل الدوالي هي الوقوف لفترة طويلة، وبالتالي نحن في بعض المهن الجراحين والحلاقين اللي بتعرضوا للوقوف لفترات طويلة نحن بنحاول بس انه نخفف من الوقوف لفترات طويلة. التعرض لدرجات الحرارة العالية مثل حمامات الساونا او التعرض لدرجة حرارة عالية في الافران عند عمال الافران ايضا شوي نحن بنخفف من التعرض لدرجات الحرارة العالية لتخفيف من الخلل في عمل الصمامات. عند وجود الدوالي عند اليافعين الأقل من عمر 18 سنة نحن دائما بنحث إلى إجراء العمل الجراحي بغض النظر عن وجود الألم أو وجود العقم. شكرا دكتور فادي لكل المعلومات اللي ذكرتها، بدنا نشكر حضورك لليوم وتمنياتنا أكيد بالصحة والسلامة لكل حدا عم بشوفنا ورافقنا بصباحنا لليوم. شكرا كثير لكم على السلامة. بدنا نشكرك كثير لوجودك، أهلا وسهلا فيك. أما هلأ نحن مكملين معكم ضمن صباحنا لليوم، وحنروح ضمن تقرير يوم المسرح العربي أقيم على ما خشبة المسرح المركز الثقافي العربي في محافظة حماة، احتفالية فنية تخللها عرض مسرحي راقص بعنوان نيران الخلود. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. من أركاز نادي العالم يا حبيبتي، فهو ينحل في هذه القاعة دائما. بمناسبة يوم المسرح العربي أقيم على خشبة المسرح المركز الثقافي العربي في محافظة حماة احتفالية فنية تخللها عرض مسرحي راقص بعنوان نيران الخلود. عرض مذهل تماما بالأداء، بالفكرة، بالقدرة على تجسيد هذه المقولة الجميلة في هذا النص الأصيل والقديم والعالمي. حقيقة هذا يدل على أن المسرح بخير، فعندما تكون هذه الفرقة الشابة قادرة على تجسيد هذه المقولات فهذا يعني أننا دائما في طور تطوير المسرح والقدرة على الانتقال إلى الأمام إن شاء الله. فرقة أوركيديا للفنون المسرحية قدمت عروضا مسرحية تعبيرية تجسد الدور الكبير للفن المسرحي. أهم رسالة بالنسبة لأوركيديا بشكل عام، مو ناس مسرح عربي بس، هي أنه سوريا بلادي وعطول فيها فنانين بيشتغلوا مهما كانت الأزمة. فالمسرح بالنسبة لنا هو روح أكثر ما هو عمل. هذا اليوم مثل يوم المسرح العالمي أكيد هو يوم كتير مهم بالنسبة لكل المسرحيين وخصيصا المسرحيين العرب، فنحن حبينا أنه يكون في لنا مشاركة بهذا اليوم عبر عمل اللي هو نيران الخلود اللي مأخوذ عن نص إنسو هيروسترات للكاتب الروسي غريغوري غورين. دور اليوم هو دور الأمير تيسافيرن، بيمثل الأشخاص اللي هنن دائما مع الجهة الأقوى، بالتالي ممكن يكونوا غدارين ما كثير بالمثقفين. اليوم هو يوم المسرح العربي، هو يوم مهم لنا جميعا نحن المسرحيين، وطبعا نحن كفرقة أوركيديا بنحاول دائما نوصل أكبر رسالة ممكنة عن طريق المسرح بأي شكل وبأي مناسبة. نحن كفرقة أوركيديا حاولنا نقدم اليوم بهذا اليوم المهم طبعا يوم المسرح العربي مسرحية اسمها نيران الخلود، كرمال نفرجي العالم أنه نحن كأهل سلمية شعب قادر لسه يقدم وشعب عنده فن وحضارة طبعاً. يعتبر يوم المسرح العربي رسالة فن وثقافة وأبداع، لأنه يحمل معه الأفكار والآمال إلى المجتمع ويرتقي بأفكار المبدعين، ودليلاً على قوة المسرح السوري على جميع المستويات. محي الدين فهد للأخبارية السورية، محافظة حماة.
وصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا رح نكون فيها بعالم الثقافة والفن والإبداع وبلمسات أنسوية خاصة. اليوم رح نستقبل ضيفتنا ونتعرف اليوم على مهارتها وسنة وأكثر من 20 سنة بعالم الرسم العجمي والعديد من المعارض الفردية والجماعية. أكيد بيسعدنا نرحب بالفنانة التشكيلية تغريد الشيباني. سعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا. هلا بك. أهلا وسهلا تغريد. سعد صباحك. دائما الفن مرتبط بالجمال وبالأرواح، ودائما نحن بنقول كل لوحة بنشوفها لفنان بيعكس روحه على هيئة اللوحة. أكيد. قبل ما نفوت بتفاصيل الفن والمعارض خلينا نتعرف عليك أكثر. هلا بك. أنا مدرسة لمادة التربية الفنية من أكثر من 20 سنة. نعم. وبحب الرسم بشكل يعني، فأنا بتعامل معه كهواية ومحبة، وبتعامل من خلال الرسم مع الأطفال. بتحسي حالك أنك أنت عم ترسلي في رسالة حلوة كتير عم تأديها. صحيح. فأنا وبعدين بلشت بلوحاتي، فأنا حبيت أني جسد نفسي مو بس كعمل تدريسي، كأني وجه كمان فني للوحات. وبعدين بلشت بفكرة المعرض. الفن التشكيلي هو مدارس، وكل فنان بيستهوي مدرسة معينة. خلينا نحكي عن المدرسة اللي استهويتك. أنا بالنسبة للمدارس يعني ما في مدرسة معينة، تحسي كل موضوع بياخذك لمكان معين. فبحب أن يكون المواضيع اللي بستخدمها أو اللي بشتغل فيها تكون واضحة، والقارئ اللي يشوف اللوحة يقرأها بسهولة. فبتحسي المدرسة الموضوع بيفرض المدرسة، مو المدرسة بتفرض الموضوع. فأنا ما في مدرسة معينة متجهتها، لا. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفنان التشكيلي، إن كان بالرسم وإن كان بالمنحوتات. دائما المعارض والمشاركات بتعطي إضافة. طبعا. اليوم أي معرض حضرتك بتتأثري وبتتأثري بالعمل الموجود ضمن المعرض، وخاصة إذا كان اليوم العمل الجماعي. خلينا نحكي اليوم عن مشاركاتك بالمعارض الجماعية، وأكيد كان لك مشاركات فردية. أكيد. أنا بداية بديت بالمعرض جماعي. المعرض الجماعي حلو في شيء أنك أنت تستفيدي من خبرات الفنانين اللي حولك، تستفيدي من تجاربهم، تستفيدي من أسلوبهم، وبنفس الوقت تتعرفي على عدد أكبر من خلال الزوار اللي بيكونوا جايين ليحضروا هذا المعرض. فأنت بتزيدي من مساحتك الثقافية. صحيح. من خلال هي المشاركة. أما المشاركة المعرض الفردي هي تجربتك الخاصة، بتطرحيها بشكل أوسع، أفكارك بتطرحيها بشكل أوسع، يعني تتعرف الناس على شخصك الحقيقي وأعمالك الحقيقية من خلال هي المعارض، أسلوبك الخاص فيك. أما المعرض الجماعي بتستفيدي أنت من أساليب باقي الفنانين، هذا بيكون الفرق بيناتهم. خلينا هيك نتوسع أكثر بموضوع المعارض الفردية اللي قمتي فيها حضرتك. إيمت كان أول معرض؟ ونحكي عنهم هيك ولو سريع عن العناوين يلي اشتغلت عليها ضمن معارضك الثلاثة الفردية. المعرض الأول كان نفحات من روحي بالعام 2022. كان المعرض الأول هو خصوصي للمرأة، يعني نفحات من روحي هو جزء مني كفنانة كإنسانة، فكانت أغلب مواضيعي كانت هي عن المرأة. اللي حاولت جسد من خلال هاي اللوحات إن المرأة هي أم، هي أخت، هي سند، هي أساس لكل شيء موجود في الحياة. هي كل شيء. كل شيء. صراحة هلق ما بدنا نقول إنه نحن سيدات. سيدات، بس هي الأساس، يعني هي أم، هي أخت، هي صديقة، هي سند. فأنا المرأة بحسها هي بداية لأي شيء، ودائما دائما هي السند. السند اللي بيكون واقف بوجه أي مشكلة بتتعرض لها، طبعاً مع السند الأساسي اللي هو الرجل. طبعاً. تشاركية القصة بالنهاية. تمام. فالمرأة بتكون بالمواجهة مع الأطفال، والأب بيكون هو دائماً السند اللي عم يدفعها وبيساعدها. فأنا بخلال هذا المعرض ضويت على المرأة من كل هاي الجهات، إنه المرأة هي الأم، هي الأخت، هي السند، هي الحبيبة، بنفس الوقت هي رمز من رموز العطاء بهي الحياة. المعرض الثاني كان مميز انه كان هو بحديقه عامه اسمه ظلال ملونه وغصان مزخرفه. حلاوته هذا المعرض كان مع معرض الكتاب، فنحن دمجنا ما بين اللغه المرئيه كلوحات واللغه المقروءه،
فأنت من خلال اللوحة فيك تقري فكرة وأفكار اللي أنا حابة أطرحها، ومن خلال الكتاب فيك ترسليها لهي الرؤية بالأحرف والكتابات والجمل. فكان معرض جميل أنه حديقة عامة، فأنت إجت لعندك مجموعة من الناس من مستوى مختلفة في المستويات، يعني مين ما فات على هي الحديقة فات شاف معرضك، أعطاك رأيه، أعطاك فكرة، أعطاك حفزك، أعطاك انتقاد. ممكن الانتقاد يجي من شخص مثقف من شخص غير مثقف، حديقة فرح تضم كثير من الناس. فرق بين المعرض مثلا بمركز ثقافي رح يجوا محدودين أو أصدقائك مستوى معين من الناس، أما المعرض هذاك أنا حبيت فيه شيء أنه أنت شفتي كل طبقات الناس، حتى الأطفال فاتوا شافوا المعرض كان لهم حتى آراء أنه هي حلوة هي فيها، أنا فهمت فيها. البسطني أنه اللوحات كانت الكل قدر يقرأها، هذا الشيء اللي حبيته. كان في بساطة بطرح المواضيع معناتها. أنا دائماً ما بحاول أعقد اللوحة، يعني بحب مين ما شافها يقدر يقرأها لحتى توصل أفكاري. أنا ما بدي أفكاري تكون مغطاي ما حد يقدر يقرأها لحتى يقدر يعرفني، لحتى يقدر يعرف اللوحة لتكون أقرب لإله. مشان أنت تقرأيها بلغتك ممكن أنا بقرأها بطريقة وأنت تقرأيها حسب الإحساس تكون بالنهاية توصل. بس بالنهاية في شيء واحد بيصل للكل بتحسي بالله من خلال اللوحة. هلأ شوي تاني حنشوف أكيد بعض أعمالك على الشاشة. ذكرتي اليوم أنت ضمن الحديقة كان في آراء إيجابية كان في انتقادات، اليوم أنت هدول الانتقادات كيف عم تتقبليهم؟ هل عم تروحي للتصليح بنقاط معينة أنه أنت معكم حق بهي النقطة أنا حأتلافها بالمعرض الثاني؟ أكيد أكيد. ليك الانتقاد اللي بينتقدك هو اللي بحبك، وخصوصا يوم اللي بيكون النقد بناء، النقد البناء يعني عم يحاول يرتقي بعملك. انت بخلال العمل وقت بتصير تشتغلي باللوحه ما بتعودي تشوفي في نقاط ما تميزتيها، اللي بيجي من برا فورا بينتبه. فانت لا لازم تتقبل النقد شو ما كان النقد، ان كان سلبي او ان كان ايجابي، فانا بستفيد منه وبطور من حالي وبشكره. بما انه نقد معناتها نقد محب، اهتم. نقد بناء، نقد كرمال تطوير وليس أيوة. هدم معنويات لا لليوم. أكيد ما في، بس معناته هو اهتم للوحة صحيح. أهم اهتم يشوفها. حضرتك مثل ما ذكرنا بالمقدمة بتحبي الفن العجمي وبيستهويك كثير، خلينا نحكي أكثر عن خصوصية هذا الفن أو هذا الأسلوب وشو بيميزه عن غيره. فن العجمي هو فن قديم، فن دمشقي موجود، الفن العجمي موجود بجامع الأموي، أماكن محدودة، بيوت الدمشقية القديمة. حلاوته هذا الفن أنه فن نافر، أنت عندك ثلاث لغات لتحاوري فيها اللوحة، اللغة البصرية واللغة الإحساس، أن أنت بتمرقي إيدك فوق اللوحة بتحسي في موسيقى تحت أصابعك عم تلعب. مو بس لغة اللون الألوان، حتى الحركة هي بتعطيك جمالية، يعني البعد الثالث من خلال هالنفور. وحبيت أني أدعم لهي اللوحة أكثر، أدعم هذا الفن لأنه فن فعلا جميل، مو بس نعتمده كحرفة لا، حتى باللوحات أنه بيعطيك جمالية بيعطيك إحساس. بيجي الضوء على اللوحة العكاس الظل والنور لهذا النفور صحيح. بيعطيك بعد ثاني أنت مو شايفتي. عم شوف بعض اللوحات على الشاشة فيك حضرتك تشوفيها من هاي الشاشة. نحكي شوي عن الرسومات اللي عم تظهر على الشاشة. مثلا هي عندما تلتقي الأرواح اللوحة، هي اسمها الانتظار. شو ناطرة؟ دائما المرأة موعودة بالانتظار. هون مثلا العائلة، شجرة العائلة، الأم دائما في المواجهة، هي الأساس، هي الشجرة اللي بتعطي الحب. هي هون كمان عن المرأة، المرأة هي الأم، الوردة اللي بتلاتها هني كل شيء حواليها لهي الأم، هني الوجوه، وجوه المرأة. هون تحولت العمل يدوي اللي مرقت، هي بيت دمشقي عجمي. كل لوحاتي بالعجمي. هون في إطار للوحة، إنه اللوحة مو بس لوحة، كمان في إطارها معمول عجمي. هي عند تعانق الليل والشمس والقمر، هي التمسك بالعادات والتقاليد الأساسية اللي نحن شوي شوي الشعب تحسي في عادات حلوة صارت الناس تنساها، فنحن لازم نرجع للأصول، هي التمسك بالأصول. هي اللوحة هذا بيت دمشقي بس خارجي،
البيت الدمشقي هون بحسه عم يحكي حكاية هون المرايا، انه العجمي انا مو بس لوحات كمان كتحف فنية فيك تحطيها هون. رائحة الياسمين هاي اللوحة اسمها، عم شوف تنسيق حلو بالالوان يعني كان بالعجمي وكان هون طاولة زهر. زهر بتعرف تلعبي طاولة؟ ايه. طيب هاي من المعرض اللي كان بالحديقة اللوحة. خلينا هيك تغريد سريعا، يعني اليوم هذا العمل له تكلفة بالمقابل المادية، واليوم هل تسويقيا انت عم يكون يعني خلينا نقول انه هذا الفن التشكيلي عم يكون مصدر رزق لإلك؟ يعني الحمد لله ماشي الحال، يعني عم تقدري تعوضي اليوم النفقات المادية بالتحضير اللي كان للمعارض او للرسم؟ معلش عم نحكي يعني نحن بنعرف بنستضيف كثير من الفنانين ودائما في معاناة انه في غلاء بالمواد الاولية، واحيانا بيكون المعرض خاسر ولكن راحت القصة للمحبة والهواية. ايه هي صراحة انه التكلفة المادية انا عندي زايدة، يعني فوق الالوان عندنا في شيء اسمه المادة الاساسية اللي عجمي كمان غالية، موادها غالية فبتكون التكلفة كتير، بس مثل ما أنت حكيتي إنه يعني ما قدرنا نجيب المردود المادي فعم نجيب المردود المعنوي. معنوي؟ لابد ما يجي المادي. مين دعمك اليوم؟ دعمي الأساسي هو زوجي. زوجي دعمي الأساسي هو عائلتي، وزوجي خطاط فأنا بستفيد كمان من خبراته. وهو الدعم الأساسي اللي قدران يتحمل الظروف اللي عم نعيش فيها، بتعرفي تحضير للمعرض والعمل وركاض وتنقيل وعجقة البيت الألوان. بس هو شخص جدا مساند، وخصوصا أطفالي، مو أطفالي شباب. شبابي بس كمان هني مساندين، وهني اللي بيعطوك يعني الناقد الأول هني للوحة. حلو هذا الحوار اليوم اللي بيصير ضمن العائلة الوحدة. أكيد بيغني. وخلينا نحكي قبل ما نختم مع حضرتك على النشاطات يلي عم تحضري لها، أو إذا في معارض مستقبلية رح تكون. إن شاء الله في معرض بحاول عم حضر له، معرض فردي، وفي معرض كمان عم نحضر له هو معرض لطفلي من طلابي. هي طفلة صغيرة بس عندها قدرات كتير حلوة. قديش عمرها؟ عمرها صار بتصف أول. رح تعمل معرض فردي. حلو. فعم نجهز لهذا المعرض. وعندي مجموعة نشاطات أنا بعدني لحد الآن بنظام التدريس، فأنا مدربة بالمسرح المدرسي وعم نجهز لوحات لمعرض كمان بالمسرح. إن شاء الله موفقة تغريد، ودائما نحن هيك بنتمنى أنه تنالي حضرتك وأي حدا عنده موهبة الدعم والإضاءة، إن كان إعلاميا وإن كان ماديا، لحتى تقدري تنجحي بهذا الحلم. ونشكر زوجك اللي مرافقك اليوم بالاستوديو عم بيصور قد إيه اليوم هذا الإحساس حلو بالدعم. شكرا لإلك، وشكرا لكل يوم رجل هو ساند للزوجة إن كان بالحياة الاجتماعية إن كان بالحياة العملية. أكيد بدنا نشكر اليوم وجودك معنا الفنانة التشكيلية تغريد الشيباني، وكل التوفيق بأعمالك القادمة. كلكم ذوق، ويعطيكم ألف عافية، والشكر الكبير لكم كمان ولهالإضاءة الحلوة. بتمنى كل واحد يقدر يوصل بهدف معين حابب يحققه. إن شاء الله للجميع. شكرا لك. نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم، وقبل ما نروح لمساحتنا الأخيرة بصباحنا غير لليوم خلونا نروح لفاصل. اليوم ضيفتنا الأخصائية والمربية ربا ناصر حتخبرنا أكثر عن النشاطات الصيفية مش جايين للصيف كتير. النشاطات اللي ممكن نحن خلال العطلة الانتصافية نروح فيها مع أطفالنا، إن كان بمتابعة المنهاج، إن كان بالإعادة، وإن كان خلينا نقول الهوايات والشغلات الفنية. صباح الخير ربا. صباح الخير. قديه مبسوطة اليوم بعطلة؟ كتير طبعا. نحن هلا عم ناخذ بريك، يعني هو صاير بريك قصير بعد هالضغط والقلق اللي صار والامتحان، بتعرفي ضغط نفسي وهيك، فهلا بلشنا بريك يعني من امبارح. صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا نحكي بالبدايه، دائما العطله الانتصافيه في اشخاص او اهالي بيقولوا انه لا لازم الطفل او يعني الطالب يعمل مراجعه على كل شيء اخذه خلال الفصل الاول، وفي اشخاص لا بيتركوه يرتاح. شو لازم يسوي الواحد بهال 15 يوم؟ هي 10 ايام. هلا لنقول انه نحن بدنا نراجع، بدنا نكون هيك ظالمين الطفل، لانه هو عمليا عمل بالامتحان مراجعه على كل شيء. تمام. هلا لنقول في امهات بيقولوا لي انا عندي ابني مثلا عنده مشكله بالانجليش، طب ما عليه خلينا ناخذ بريك كم يوم،
منخصص آخر 3 أيام بالعطلة منرجع منعمل إعادة إقلاع لحتى نبلش بنشاط على الفصل الثاني. يعني أغلب الناس مثلاً بيقولوا إنه طالما هي عطلة ربعية فأنا رح كثف لغة الماث أو الإنجليش أي شيء أنا عندي تقصير فيه. أنا بطلب من كل أمهات الأطفال يعني معلش خلينا ناخد بريك نتنفس الصعداء يعني هي 10 أيام ومعلي بنرجع قبل المدرسة بيومين بنعمل يعني إعادة تهيئة إعادة إقلاع. إحنا أمام منهاج يعني ضغط فظيع يعني أنت يعني اليوم ما بدنا نجامل بالقصة يعني حضرتك بتعرفي اليوم المنهاج حتى إن كان الكيجيات يعني يعني اليوم عم يروحوا لتهيئة لمرحلة أساسية صح اليوم إنه مفروض ينتعب عليهم ولكن حقهم اليوم كمان هذا الطفل خلال هذا الأسبوع يمارس نشاطاته هواياته فعن جد يعني بجوز الأمهات اللي بتقول لك لا أنا بدي أبعته على يعمل درس على درس أو بالإنجليش فكتير مهم النصيحة اللي نصحتي إنه نحن نترك هدول 10 أيام استراحة لروحه خليه يرجع بطاقة حلوة يعني كمان طبعا هلا نحن بخلال العام الدراسي يوم الخميس بنقوله فري يوم اوف ما في ماما معلي انا اليوم اسهر بكره جمعه تمام فما بالك بهالعشر ايام حرام نحن اطفالنا خلينا نكون واقعيين مثل ما قلتي حضرتك وتفضلتي خلينا نكون واقعيين نحن بمناهج ثريه غنيه بدها طفل ذكي بدها طفل دائما متواجد عقله دائما ساطع وعم يشتغل بس معلي بيشتغل بريك هذا الطفل بالنهاية إنسان يعني ما نقالي أنا ما بدي أعمل ابني روبوت ما بدي بنتي تكون هيك آلة حاسبة لا مالي ريح في بريك في استراحة ريلاكس أعصابه بترتاح معلي شيء بس أنا يعني كيف بدي استثمر هذا الوقت بإني أنا ما أضغط ابني وبنفس الوقت ما يروح الوقت هذا هيك هباء يعني أنا مثلا رح نظم وقتي أنا عندي مثلا 3 أولاد أوكي هن بأعمار مختلفة كيجي صف ثاني صف سادس شو بعمل؟ رح نتفق أنا وياهن على برنامج أنا إذا موظفة أنا بدعي كل أمهات العالم عن جد وقت بريك ولادك خدي إجازة خدي إجازة قديش مهم الوقت الأسري وإنه نحن نقضي مع بعض هذا الوقت كتير حلو يعني نحن مثلا قديش حلو الدوائر الرسميه كلها صار شو هالنداء هذا يا ربع اليوم حبيبتي معلشي هلا ابني انا من الصبح معطل تمام ولمده تقريبا 10 ايام ل 15 يوم قديش حلو الفطور الجماعي صحيح قديش حلو نقعد وقت مثلا انا بنتي لنفترض عندها مشكله بالقراءه شو بعمل بجيب لها قصص مصوره منه بتحب القراءه ومنه بعمل لها جوائز تحفيزيه هلا مثلا انا بنتي بتكره تنضبط انها تقرا صفحتين ثلاثه شو بعمل انا خلصتي اليوم قصه مثلا هي بدها تشتري اليوم شيء بس لا ما في وقت الشيبس ما راح يكون او وقت التاب ما راح يكون لحتى تقراي لي القصه يعني انا هيك ميزت ما بين وقت المطالعه وعملت تنظيم للانترنت يعني انا ما راح خليكي تشوفي مثلا هذا البرنامج اللي بتحبيه على التاب لحتى انت تقراي لي القصه شو عملت انا هيك بنفس الوقت عملت لها جائزة تحفيزية وقتها على التاب وبنفس الوقت هي قرأت يعني قامت بالمطالعة هلأ بيجيني حدا بيقول لي معلش أنسير وبخلينا نكون واقعيين كتير نحن كل الوقت على الموبايلات يعني إذا ما عم نطبخ بنقعد على الموبايل نحط مثلا مشروب كذا إذا ما أجوا طيب بلكي أجوا لعنا بيت جده وخربوا لنا أو بلكي نحن سافرنا وخرب كل النظام تمام في كتير ناس بيقولوا لي انه نحن اغلب الوقت بنسافر بالعطله طب معلش انا قديش فيني حافظ على نظام مع اولادي وقديش فيني اثر على المجتمع اللي انا عايشه فيه انه لك وانا حتى لو نحن لك وجايبين معنا قصصنا تمام لكنا عم نطالع تعالوا نحكوا القصه لتيتا وجده لعمته وعمه يمكن بعض الاشخاص بيتذمروا انا اكثر شيء بالوسط المحيط فيني انا بدي قديش اثر عليهم انه معلش انتوا قولوا له هلا يقول لنا شو القصه يقرا لنا اياها كذا اي موضوع مثلا يمكن انا اكون جايبت لهم شيء بالانجلش لانه صح. ابني بدي قوي بالانجلش لو اسماء الالوان الفواكه الخضروات شو ما كان بس جايبت له مجلد بالانجلش لقوي له لغته الكونفرسيشن تبعه فبطلب من الاقارب انه يسالوا لحتى يساهموا معي
طيب حكيتي عن نقطة كتير مهمة اليوم، إنه خليكم للأهالي كنتي عم تشهي إنه خليكم ريلاكس يعني، ونحن هون عم نحكي طبعاً عن فئات عمرية صغيرة وإنه حلو الواحد يعني طفلي يحس بالحرية ويسهر وإلى آخره. نرجع لموضوع فقرة النوم والسهر، يعني كمان هي فترة قصيرة طبعاً. إذا نحكي 15 وأنت كسرتي فيها روتين بس كمان رح تروحي يمكن تحملي معك يعني روتيني جديد لبلش الفصل الثاني من اول وجديد. تمام، هي النقطة اللي عم بحكي عنها. موضوع السهر اليوم كيف ممكن الاهل يتعاملوا معه؟ هلا البيئة اللي عايش فيها الطفل هي اللي بتفرض. تمام، هلا اكيد كلياتنا ما فيني اقول لك، انا رح احكي بشفافية، انا كأم بغض النظر عن كل الاختصاصات اللي انت بدك تحكي فيها، انت كأم لحالك يعني عمليا اذا كنا ننام 8:30 صرنا ننام 10:30. صحيح، صرنا ننام 10:30، وإذا كان عندنا حدا وفينا يعني نعرف إنه هذا الحدا بيدافع عني بنام أنا 12. تمام، قديش أنا فيني أكبح هذا الشيء؟ معلش نحن رح نحط وقت متوسط، ليش؟ مشان وقت أنا أرجع بدي أعود ابني الساعة البيولوجية عنده كلها تخربطت. تمام، نحن كنا ننام 8:30 نفيق الساعة 6 لحتى ناخد كاسة الحليب ونجهز حالنا ونروح على المدرسة، فهذا كله رح يتخربط. تمام، لأنه نحن already رح نفيق الساعة 9:10 أكيد. فعمليا انا معلش رح اتخذ قرار بيني وبين اولادي، ماما انا سمحت لكم بالسهر طالما هلا في عطله، بس يوم الجمعه نحن رح نريد نعمل بقى اعاده للنظام القديم. يعني يوم الجمعه انا اجباري بدي نايم، يعني حتى بدي صحيهم يوم الجمعه بكير مشان يناموا بكير، وبنرجع يوم السبت صحي يوم بكير مشان يناموا بكير لحتى خلص يسترجعوا بقى الساعه البيولوجيه تبعهم ترجع. هلا ما في شيء اسمه صدمه، انا ما فيني اقول له لابني سهر كل يوم ويوم الاحد اجي فيقه بكير يلا ماما عندك مدرسه، اكيد ما في هي صدمه يعني. فعمليا تفاجأ كل شيء بالتعود طبعا. هلا نحن اكثر حدا شيء بنتعذب لانه نحن اللي بدنا نفيق ونحن اللي بنجهز. بتعرفي الامهات الله يعين الامهات، لا اذا عطلي هن مرتاحين ولا اذا امتحان مرتاحين ولا اذا دوام عادي مرتاحين. فعمليا قديش انا فيني سيطر على الوضع، قديش انا فيني يكون دبلوماسيه مع ابني ما ازعجه، عطله سعيده وبنفس الوقت اتفاقات. يعني نحن من اول يوم بالعطله لازم ناخذ الاتفاقات مع بعض، نعقد الصفقات كلها. بدك معها ولا طرف يخل بالقصة يعني. اكيد هلا نحن احيانا احنا الامهات من خل يعني احيانا بتشعري بالتعب بالاجهاد، يمكن انت تنامي قبل اولادك، يمكن هن قاعدين على الكمبيوتر او على التاب. يعني الفكره انه نحن عم نشوف نحكي، نحن دائما بنحكي بصباحاتنا على انظمه المفروض نتبع مع اطفالنا، ولكن على ارض الواقع نحن عم نطبق 30-40 يعني اذا كثير كنا قوايا 50 يعني، وانت بشكل شفاف من الاخر يعني الفكره بكل يعني. شفافيه النت السوشيال ميديا اخذوا وقت كثير، وخاصه اليوم ضمن العطله. اليوم انت يعني اول كلمه بقول لك ماما معطل تركيني اخذ راحتي، يعني هي اول كلمه، وحتى لو كان صغير يعني بلشوا يفهموا بهاي القصص. اليوم احنا كيف قادرين حتى النت نحن نستثمره بشيء ايجابي؟ صراحه نحن عندنا طفل واعي جدا، طفل متحدث، طفل جدا بيقنعك سواء اذا بنت وبدون نت، فما بالك هلا وبعد تصفح صفحات النت. طبعا هلا انا رح اقول لك مثل اي ام، ابني وابنك وكل الاولاد هلا كلياتهم غازين نت والتاب والالعاب الالكترونيه. هلا لا نحكي على موضوع انه مواقع تواصل اجتماعي او مواقع تواصل على النت، انه مثلا يوتيوب او تيك توك او شيء. انا اهم شيء اني يكون مدخله موقع بخص الاطفال، هذا اهم شيء عندي. ثاني شيء المحتوى، قديش انا ابني لازم يتابع محتوى مفيد. هلا اكيد كلياتنا بنعرف انه النت له ايجابيات وله سلبيات. هلا اكيد التواصل في طرق كثير بيتعلمها الطفل على النت، في العاب بتنمي الذكاء، بتنمي التدرج التصوري عنده، في كثير شغلات كثير حلوه وبتفيد الطفل ذكاء بصري ذكاء لغوي. في العاب صدقا بتعمل ذخيره لغويه انجليزيه باللغات، هذا جانب إيجابي صراحة. أما الجانب السلبي هو صراحة إرهاق، خمول، كسل. الطفل يعني صار الطفل بيأكل هو مدموج، عمل له سمنة. يعني أنا وقت بدي أمسك التاب لساعات أنا حتى ما عم أرفض أقعد على طاولة الصفرة مع أهلي، إذا أنا شو أخذني لعالمه. تمام، نفقد التواصل بيني. اكيد انا وقت بدي احكي معك وعيني بالموبايل انا ما في تواصل بصري بيناتنا، ما في هي الشغف والحميميه بالحديث، ما في يعني كل هذه الشغلات بتنعدم. وللاسف
نحن قدر الإمكان بدنا ننظم، قدر الإمكان أنا كأم وأنت كأم وكلياتنا لازم ننظم الوقت. ودائما قلت لكم الإنترنت لازم يكون كجائزة تحفيزية، سواء على القراءة أو بعد ما نرجع من المسرحية أو بعد ما نرجع من السينما أو بعد تمشاية الحديقة. أنا هيك بنصح كل أمهات إن شاء الله هيك نقدر نطبق على أرض الواقع النصائح ربا. أكيد بدنا نشكر وجودك معنا اختصاصية التربوية ربا ناصر، وأكيد عطلة سعيدة لكل الأمهات. أكيد عطلة سعيدة لنا كلياتنا. شكرا ربا، تمنياتنا لك هيك بقى نهار حلو مع أطفالك إن شاء الله. شكرا لك. نحن خلص وقت صباحنا لليوم، إن شاء الله يا رب كانت فقراتنا على ذوقكم وكنا ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم. لاقونا بكرة 9:30 صباحا ضمن كادر جديد وفقرات جديدة. من هلأ لوقت تكونوا بألف خير، وأكيد شكرا لك يا نيرمين، وكل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. كونوا بخير، باي باي. أكيد شكرا لك رشا، أكيد بقية نهار سعيدة لكل مشاهدي الإخبارية السورية. إن شاء الله بقية هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الرزق والخير وراحة البال، والسوريين دائما يكونوا بألف ألف خير. باي باي.